تسألك ميشيل فايلة عن حكم إعطاء مبلغ معين لشخص معين كيما يسعى لها في نقلها من في عملها من جهة إلى أخرى، وهل لكم من توجيه؟ وهل يعد ذلك من الأتعاب أو من الرشوة؟ جزاكم الله خيرا. هذا فيه تفصيل. إذا دفع إلى معقب يشتغل بتعقيب المعاملات لدى الدوائر الحكومية يعطى قدر تعبه، هذا لا بأس به. أما إذا أعطي للموظف من الموظفين أو لجماعة من الموظفين أو أعطي لمعقب يشترك مع الموظفين فهذا رشوة وحرام، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشية والمرتشية، بل ولعن الرائش وهو الذي يسعى بينهما. والرشوة سحت وحرام شديدة التحريم لما يترتب عليها من أكل أموال الناس بالباطل، ولما يترتب عليها من العبث في أعمال الناس، ويترتب عليها من الظلم وتقديم من لا يستحق على المستحق، وغير ذلك، وضياع الأمانة في المجتمع إلى غير ذلك، وتعطيل الأعمال أيضا. فإن الموظفين إذا اعتادوا على الرشوة فإنهم يعطلون الأعمال ولا يبذلونها إلا بثمن من المراجعين، فيحصل بذلك أضرار خطيرة وعظيمة. فإذا كان هذا الذي يأخذ المبلغ مجرد معقب ولا صلة له بالموظفين، وإنما يأخذها في مقابل أتحاب فلا بأس. أما إذا كان هذا موظفا أو كان غير موظف لكنه مشترك مع الموظفين ويكون معهم شبكة لجمع الرشاوى فهذا حرام وسحت وتعاون على الإثم والعدوان. نعم.